الزمالك ملوش وجود عندنا. اللعيب اللي في نادي الزمالك مش شرف ليه، ملوش وجود عندنا خالص خالص ايا كان اسمه. واللعيب اللي بيقعد مع مسؤولين الاهلي قبل ماتش القمه بثلاث ايام ويخش فيه ثلاث اجوان، ملوش وجود عندنا ملوش وجود خلاص خالص. ده نادي محور. انا لما قلت الكلام ده قبل كده ما كنتش مصدقني، لغايه المستشار ما قال ايوه قعده كان موجود الخطيب، والخطيب انسحب من القعده خوفا من جماهير بورسعيد وجماهير الالتراس بتوعه، مش احتراما لنادي الزمالك. فكان الرد عليه لما عرفت ساعتها عبد الله السعيد واحمد فتحي، نحترم من احترمنا ونبوظ اللي ناحيتنا. كلامي واضح، انا قلت له النادي الاهلي خلاص حضرتك هتحترمني، مالكش دعوه بلعيبتي، ماليش دعوه بلعيبتي، تقعد مع الجون بتاعي قبل الماتش بثلاث ايام ويشيل ثلاثه ضرب الجزاء ملاش علاقه بضربات الجزاء، واطلع في الاوت اروح اضربه في رجله ليه؟ ازاره انام على وشي قبل ما يخش عليا ب 10 كيلو. والجون الاولاني بدي الواد الكوره على بعد 5 متر عشان ياخدها ويجيبها فيها جون، لن يسمح بده في الزمالك.